نتيجة للإرث التراكمي وسياسة الجهل والتجاهل حول استخدام أساليب ووسائل تعليمية صحيحة لرفع مستوى التعليم إلى الأفضل، دفع بإدارة مدرسة طارق بن زياد بقرية سفيان بمديرية دبن واستشعارها بهذه المشكلة، فعمدت على تنفيذ ورشة عمل بعنوان المستوى المتدني عند الطالبات من خلال خلق طرق تعليمية بسيطة تتناسب مع عقلية ومستوى الطالبات. بدأت أعمل مجموعتين، المجموعة الأولى كانت تضم الصف الأول وحتى الصف الخامس، وكانت هذه الورشة عبارة عن تعليم اللغة العربية بحروفها الأبجدية باستخدام العديد من الوسائل، سواء كانت وسائل تفعيلية أم وسائل سبورات أم وسائل فصال أم وسائل متعددة. بدأت أشكل معلمات يقومون بهذه المهمة. الطفلة نور إحدى طالبات هذه المدرسة تبلغ من العمر 10 سنين وهي في الصف الرابع الابتدائي، كانت لا تجيد القراءة والكتابة وتجد صعوبة في فهم المواد الدراسية، ها هي اليوم تتحدث إلينا وحال نفسها يقول: لقد كسرت حاجز الصمت والجهل. ورشة العمل التي نفذت تحت عنوان المستوى المتدني عند الطالبات استهدفت 40 طالبة من بين 230 طالبة لا يجيدون القراءة والكتابة، هدفت بحد ذاتها إلى النهوض بمستوى الطالبات التعليمي إلى الأفضل. هذه الفكرة نالت استحسان الأهالي وقيادات تربوية وتعليمية من النتائج التي خرجت بها الورشة. نشعر أنه نتائج هذه الورشة نتائج ممتازة، حيث استطاع جميع الطلاب والطالبات من القراءة خلال هذه الفترة. التعليم سر نهضة الشعوب وضرورة ملحة في تقدم المجتمعات والحضارات الإنسانية، لكن في المجتمع اليمني هناك مشاكل وأسباب وتحديات وصعوبات نابعة من واقع يمني مر ومؤلم، جعلت التعليم مخصوصا جناحه يتوعك من شدة الألم. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.